شريف نور الدين، إعداد ياسمين أيمن على ميجا أف أم. مساء الخير. مين اللي قال إن اللي ظروفه صعبة حياته كمان لازم تكون صعبة؟ فأشكرك، كل يوم حنسمع حكاية لشخص ممكن تكون ظروفه فعلا صعبة، لكن حياته من أحسن لأحسن كل يوم. وفأشكرك بيبقى عنده فرصة يشكر اي حد ساعده يكون في المكان ده النهاردة. تعالوا نسمع. يا رانيا ازايك؟ الحمد لله. ازايك يا شريف؟ كل سنة طيبة. وانت طيب. قوليلي كده، بتعملي ايه؟ حكايتك انت اصلا ايه؟ بتشتغلي ايه؟ انت هنا في مؤسسة الحسن مظبوط؟ بالظبط. بص، انا منسقة معلومات في مؤسسة الحسن. ده الشغل الاساسي اللي انا كل يوم باجي اعمله من الاحد الخميس من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 5 مساء، ده لو ما كانش اكتر من كده يعني. الحاجة التانية اللي على الجانب التاني، انا اصلا ديزاينر. ديزاينر ايه؟ لبس يعني؟ لا ديزاينر لللوجوز ورسم الكارتونايز كمان. لما بتروح فرح اكيد بتشوف كده العريس والعروسة مرسمين الحاجات دي. انا برسم الحاجات دي. والحاجة التقليعة التانية بقى، يعني دي مش عارفة الناس هتحبها ولا، ان انا موديل فاشن. ايه الكلام الكبير؟ موديل ايه؟ موديل ازن مثلا فوتو موديل ولا كات ووك موديل؟ ما طبعا بيفرق. الفوتو موديل اللي هو يبقى الصور ومجلات، والكات ووك اللي هو على المسرح. الى الان فوتو موديل. بس ما عملتيش مسرح خالص لسه؟ ادعيلي. بحضر حاجة والله. مع حد كبير من اكبر الناس اللي في مصر. والله يا رب تكمل على خير. لو كملت على خير اعتقد هتبقى بومة جامدة جدا. انت اصلا دراستك ايه؟ انا لسانس اداب اجتماعي، ملهاش علاقة بكل اللي انا بقوله خالص. بس بتفيدني بصراحة في شغلي جدا. في ان انا كمنسق معلومات، فكرة ان انت تبقى دارس اجتماع والنفسيات وازاي تتعامل مع مختلف الشخصيات دي بتساعدني كتير قوي مع الناس. طيب اساسا بقى بدايه القصه خالص، انت اصلا ما تعرفي حادثه ولا انت ايه اللي حصل ولا انت ايه ظروفك بالظبط ولا انت على وي في شارع؟ والمؤسسه دي اصلا شغاله مع بالزبط. الناس اللي كلهم ايه بقى اسمها ايه؟ بص، احنا اسمنا بالظبط مؤسسه الحسن لدمج القادرون باختلاف. اوكي، القادرون باختلاف. حلوه دي. السلوجن بتاعنا، بص، القادرون باختلاف، يعني انت هتدخل السوبر ماركت بالسلمتين بتوعه وانا هدخل السوبر ماركت بالكرسي بتاعي بالرامب. دخلنا الاثنين، دخلنا وجبنا نفس الحاجات وخلاص. انا قادره بس بشكل مختلف. فاحنا عايزين نحصل دمج في المجتمع. تروح المدرسه تلاقي فيها طفل واقف على رجليه وطفل تاني بالويلشير بتاعه صغنون المحندله. انت ليه اصلا على ويلشير؟ ليه؟ انا عندي حاجه اسمها ضمور في العضلات. المرض ده بيجي من واحنا اطفال، بس بنفضل لسن معين، لسن 19 سنه تقريبا بنفضل نمشي عادي. بس خلاص بعد سنة 19 سنه، لا يلا بقى عندك ضيف جديد هتستقبله للويلشير بتاعك الجديد. لا ثانيه، بالراحه كده. يعني انت اصلا لحد 19 انت كنت اصلا بتمشي عادي؟ كنت طبيعي جدا، مش اي مشكله خالص. مجمعه عارفه ان انت لا احنا مش هنكمل كده؟ طبعا. بص، الدكاتره كانت بتقعد تقول لي اعملي علاج طبيعي وكلي كالسيوم ومش عارفه ايه وهتمشي. فبعد سنتين تلاته، يا دكتور ما مش هتمشي، والله هتمشي. اروح له بعد 3 4 سنين، يا دكتور والمصحف ده هتمشي. يا سيدي انا ما بمشيش، يا نفسي مش فاهمك. فبس لا، اهلي كانوا صراحه جدا، بصي هنيجي في سن هنستخدم الكرسي وهنعيش حياتنا طبيعيه جدا، مش هتختلف. بالعكس، انت هتبقي مميزه، الناس هتبقى تعبانه من المشي على رجلي، انت هتبقي قاعده ومرتاحه وبرنسيسه. بس هو الكلام سهل يعني، حد يجي يقول لك 200 دول يلا بينا. بس هو الكلام مش سهل خالص يعني. انت طبعا ليه؟ لانه في فرق برضه. لما حد يعني دايما اقول مثلا لو حد مثلا لا قدر الله عمل حادثه، بس انت قصة عندك اكبر بكتير. انت قاعده، انت عارفه، انا منتظر ان ده حلم او ده حاجه مؤقته. بالظبط، اللي هو انت قاعد منتظر امتى انا هيجي لي الكرسي، امتى انا لازم بقى هستخدم الكرسي. فدي حاجه صعبه جدا. دلوقتي انت بتستخدميه طول الوقت؟ ما خلاص، مفيش دي، ما تقدرش تمشي خالص اطلاقا. فكره انك مثلا ده بجد ابقى في دريم بارك وعمال تنطط بقى ورايحه جايه شايفه ايه، فالوهله كده. افتكر انا كمان 3 سنين هيبقى عندي 19 سنه، ايه ده؟ طب اشبع بقى من اللعب دلوقتي، عشان انا كمان 3 سنين ممكن ما اعرفش العب. دي حاجه يعني كانت صعبه في وقتها، كانت صعبه قوي. اللي بتقوليه في وقتها
ايه حصل ده؟ بس كنت عيله بقى يعني، مش اصل وانا صغيره، لا انا عايزه العب بتنطط واجري والبس واي حد وهو صغير بيبقى حساس برضو نسبيا طبعا، مش مجمع ومش فاهم. يعني انا عارفه المعلومه بس مش عارفه التجربه هتتعيش عامله ازاي. بس دلوقتي لا خالص على فكره خالص، انا حابه الكرسي بتاعي جدا، وبالعكس بلف بروتة بيه وبرقص بيه والدنيا لطيفه جدا. انت دخلتي جامعه بالكرسي؟ الكرسي كان في سنه اولى جامعه. اولى جامعه بكرسي؟ بقى احنا في مدرسه ماشيين. ماشيين وخلصت الثانويه العامه زي الفل وتمام وكله حلو، يلا بقى الجامعه بقى. انت لو انت اصلا عايش طول حياتك مستني الجامعه يعني، فانت جاي في الجامعه وتقول لي خدي الكرسي، طب استنى خلاص لا بس يبقى بتوع الجامعه يعني ودي الكرسي. فلا يعني جيت في سنه اولى خلاص بقى لازم الكرسي. كانت صعبه شويه عشان المواصلات، طب هعمل ايه، طب هطلع ازاي المدرجات، ما فيش سلالم ما فيش رامبات تطلعني رصيف الكلام ده، انا اصلا مش عارفه ازق الكرسي يعني، انا مش عارفه طب اتحرك اعمل ايه، مش متعوده عليه. كان لسه جديد خالص. وكان كرسي عيانين بقى، انت في مصر انت عندك كرسي حطوا له عجلتين فبقى كرسي بعجل. كرسي ده اتعمل اللي احنا بنشوفه في القصر العيني وفي الشوارع، ده كرسي معمولش حد داخل يعمل عمليه وخارج، حد داخل في حاله ولاده، حد رجله مكسوره، يعني ده مش الطبيعي. لا الكرسي ده عشان كده حتى لما بنلاقي من بره بنلاقي الموضوع شكله مختلف، حتى الكرسي الكراسي اللي شايفها هنا كلها في المكان كلها مختلفه. ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ زي بالظبط لما تروح تشتري بنطلون وانت مغمض عينك فتروح البيت تلاقيه واسع جدا عليك، وانك تروح تشتري بنطلون وانت مفتح عينك فتلاقيه بقى على مقاسك فانت مبسوط جدا بيه. فالكرسي يعني حتى الكرسي مقاسات وسايزز وديزاين لازم. بص بره الطبيعي انك لو حد عمل حادثه النهارده وهو شغال علاج طبيعي بيتاهل في المستشفى بيروح له شركات من اكبر، يعني الشركات دي هي اكبر شركات في العالم اللي بتعمل الكراسي الويلشير اكتف. التامين الصحي ده طبيعي جدا، يعني التامين الصحي كده يروح يجيب الشركه الاكس العالميه تروح ترفع مقاسات للشخص ده. يعني ايه ترفع مقاسات؟ تعمل الكرسي على طوله ووزنه ونوع اصابته، يعني لو اصابته عمود فقري هو في اي فقره عشان ده بيفرق، طبيعه البيئه اللي انت عايش فيها عامله ازاي عشان نجيب لك ويلشير مناسب للبيئه، انت بتحب لون ايه يعني. لا الكرسي هما بره بيتعاملوا ان الويلشير بتاعك ده حته منك خلاص طبعا، فانت حتى لونه ثلاثه انفصل بالظبط، فانت حتى لونه بيقول لك انت حابب لونه يبقى عامل ازاي عشان انت تبقى مرتاح فيه. فالطبيعي اللي بيحصل هنا في مصر للاسف انك خلاص حد هيستخدم الكرسي متحرك هنروح نجيب له كرسي من القصر العيني ب 500 600 جنيه 1000 جنيه ويقعد عليه، بس ده هيجيب قرح، هيعمل تقاعس في العمود الفقري، هيخلي الشخص يبقى قرفان من عيشته مش طايق يبص في المرايه. احنا مؤسسه الحسن هي المؤسسه الوحيده في مصر والشرق الاوسط اللي عندها ثقافه كرسي بالمقاس، الشخص اللي بيستخدم كرسي متحرك هنعمل له كرسي بالمقاس، كل حاجه ليها شروطها، بس في الاخر انت حقك كبني ادم لازم يبقى عندك كرسي بمقاسك ادمي. كده ما عملتش كرسي، عملت كرسي بالمقاس؟ بس انا اتعرفت على المؤسسه بمحض الصدفه، يعني انا اتعرفت عليها بعد ما اتخرجت بشهر، بعد ما خلصت الجامعه على طول الاريا بتاعتي والكوميونتي بتاعتي كلنا سعديين، يعني عمري ما فكرت بقى انا على كرسي فانا يبقى اصحابي كلهم ناس عندهم اختلافات جسديه خالص، كنت عايشه حياتي تماما. فما ده انت ده انت بس الناس لا. بس هقول لك انا شويه كان عندي تشوك كده انه لا لا انا مش هصاحب حد عنده اختلاف جسدي، لا انا مش منكو على فكره، يعني ما كان يجي حد في الجامعه مثلا يجي يتصاحب عليا حاجه فلاقيه مثلا ماسك عكاز، لا لا سوري ما بتعرفش ليه، انا مش منك، انت مش عايز تتصنفي. ايوه لا انا مش زيك يا سيدي. بس ده اكيد اتغير طبعا، انت اصلا شغاله دلوقتي بتساعدي اصلا. عايز اقول لك ان اصلا كل اصحابي ويلر، يعني انا كل اصحابي دلوقتي ربنا لا لا بس بجد انا نظرتي اصلا اختلفت، يعني انا كنت شايفه نفسي ان انا حد طبيعي، بس شايفه كل الناس التانيين لا انت على كرسي، عارف التعقيدات دي. وبرضه خلي بالك ده في سن صعب، يعني 20 ده في عز العقد اصلا اللي من غير حاجه، لو انا اساسا يعني اصلا مش عاوز لوحدك. بالظبط. لما عرفت الحسن بقى بالصدفه قالوا لي طب تعالي هنرفع مقاسات كرسي، الدنيا اختلفت بقى، يعني انا كنت في كوكب رحت كوكب تاني خالص. وانت رايحه لاهلك بصوا يا جماعه انا رايحه في مكان الفلاني انا هعمل الحاجه الفلانيه هنشوف ايه النظام، وهم وثقوا في القصه دي وفثقوا فيكي. بس كانوا مقلقين شويه. بص هو الكرسي غالي مش هنكذب على الناس، لا الكرسي تكلفته عاليه، بس ده عشان احنا بنتكلم في خامات وتصنيع بالمقاس واستيراد حاجات كتير قوي بتكلف، بس الحسن بقى موجود عشان تدعم ده، انت قادر ماديا انك تدفع هتدفع، قادر نص قادر. نص هتدفع على قدك، مش قادر خالص هندعمك، ما عندناش اي مشكله. على ميجا اف ام. طب ايه اللي خلاكي بقى
قررت تعملي موديلنج اصلا؟ قصه الموديلنج دي جت ازاي؟ جت بالصدفه البحته ولا افتكر انت محجبه فبتعملي موديلنج بالحجاب؟ ولقيت ان في الفتره دي اصلا كان طالع بقى موضوع الموديل المحجبه، بالعكس كان مطلوب كمان ولازم ولا زال مطلوب. فانا لقيت انه في بوست عند ميك اب ارتست، حد يعني كبير وحد تقيل ما شاء الله عليها، انا عايزه وش جديد يا جماعه. فانا قلت لو بعت لها صوره كامله وشافت الكرسي هتقول لي لا انا هقص الصوره وابعت لها وشي بس وشوف هتقول لي. بعت صورتي وقالت لي طب بعتي كمان صوره مش عارفه من الزوايا الفلانيه والكلام ده، وقالت لي اوكي انت معايا احنا مع بعض وده رقمي ونازلين اليوم الفلاني. قلت هتيجي تشوفني لايف هتقول لي انت جاي تعملي ايه؟ قلت من قصرها كده ولا بصي انا بكرسي متحرك انت ظروفك بقى هتعملي ايه؟ قالت لي خالص احنا مع بعض ما فرقش، احنا هنصور وشك مش عايزه اي حاجه اكتر من كده. قلت ايه الست دي مره جايه؟ عملنا اول سيشن وبجد عمل بوم جامد جدا، لان انا في الوقت ده برضو من ضمن التعقيدات انا لحد فتره قريبه جدا كانت كل الناس اللي عندي على السوشيال ميديا ما تعرفش ان انا ويلر خالص، غير صحابي المقربين اللي عارفيني، لكن الناس اللي شايفيني من بره ما حدش عارف فيهم ان انا بكرسي متحرك خالص. السيشن جاب سيشن جاب سيشن، جاب ان الناس بقت بتتابع في فولورز. طب ايه ده بقى؟ طب والله لو حطوا لهم صوره في الكرسي بقى بشوف هيعملوا ايه، هتجيب نفس عدد اللايكس بقى والكلام ده ولا؟ فحطيت الصوره والدنيا بقى يعني اتغيرت تماما بقى. بقيت فاكرني برده كميه دعم انت مش متخيله. انا ما حطيتش الصوره من زمان ليه؟ يعني ايه ده اللي كنت قلت لكم من زمان؟ لا بجد الناس فظيعه، الناس حسستني ان انا هيرو. انا ولا هيرو ولا بتنجان، بس فكرة ان هم يدوني الاحساس ده انا اصلا كنت خايفة. هتيجي مثلا عايز تقدم في شغلانة فييجوا يشوفوا البروفايل مثلا لو بتقدم اونلاين هيشوفوا البروفايل بتاعك يعرفوا انك بكرسي متحرك، لا خليك على جنب. ده حصل لك؟ كتير. واروح شركات وعدي كل الاختبارات، كل الاختبارات عديها واوصل لاخر واحد. ايه ده انت بكرسي؟ هو انت هتيجي ازاي؟ يا عم انت مالك؟ انا حاجي. يا عم انت مالك؟ انت مالك؟ انا حاجي. فيقولي لا مش عايزة اتعبك. ثانية واحدة، انت مش تعبانة، هو تعبان لك ليه؟ معرفش، تحس ان رجله وجعته بديلي. ما تفق. يا عم انت انا حاجي يا عم. يقول لي لا خليكي. طب هنقبضك. يا عم انا مش عايزة. طب انا اقبضك، انا هديك مرتبي بس عايزة اجي اشتغل. فلا معلش سوري. طب انت كل مرة من دول ما كنتيش مثلا بتتضايقي بتحبطي؟ بص انا عندي صحاب هم نعمة من نعم ربنا اللي بجد، يعني عارف اللي هو عادي يعني. لا. في سبورت سيستم عظيم جدا جدا جدا، تحس انه يعني بجد ربنا بنالي قاعدة دعم. عارف لما كنا بنقول انه انا عارفة اني هاجي في سنة 19 سنة وهستخدم كرسي، فربنا كان مأجل لسنة 19 سنة عشان تفضل في السنين دي كلها تبني قاعدة دعم ليا، عشان لما اوصل في سنة 19 واستخدم الكرسي ما حسش ان انا يعني. ده اللي دايما بفكر فيه، ان ساعات كتير جدا لما واحد بيبقى في ازمة او في حاجة مؤقتة او دائمة او ايا كان، يعني بيفكر ساعات في حاجات ممكن اي حد واخدها سرقسي كده زي ما بيقولوا ما بيفكرش فيها، زي ده مثلا اللي هو ما ربنا اكيد عمل كده عشان كذا. الواحد ما يفكرش في الحاجات دي وهو انا في التوقيت ده رايح وجاي وكده. لا انا في التوقيت ده ما كانش في دماغي كده خالص. بعد بعدها بالظبط، بعدها بقى انا ابتديت مع كل ما احنا تقابلني الاقي كميه سبورت دي، خاصه بعد ما حتى كل الناس عندي على السوشيال ميديا عرفوا انه ايه ده الموديل دي بتستخدم كرسي متحرك. فانت عندك البروفايل بتاعك بتكتب فيه حالتك الشخصيه لو متضايقه او حاجه. تخيل بقى اكتب ان انا مثلا متضايقه او مكتئبه او حصل موقف، يا خرابي على كم المسجات واحنا جنبك ومعاكي. وخلي بالك انتي لو في يوم زعلتي احنا بنزعل، احنا بنصحى الصبح نفتح بروفايلك عشان نشوف انتي كاتبه ايه الصبح نبقى مبسوطين. خلاص انا عايزه ايه تاني يعني؟ خلاص مش عايزه اي حاجه تاني من الدنيا. فضلتي كده ريجكشنز ما بنشتغلش ما بنشتغلش ما بنشتغلش وعماله احاول واروح واجي واعمل لحد ما عرفت الحسن بقى. يعني كنت اصلا رايحه الحسن عشان حسن فاونديشن، رايح عشان اعمل ويلتشير بالمعسيت. انا فاكره اليوم ده كويس جدا، انا خلصت رفع المعسيت وتمام، والعلمك اللي كان بيرفع المعسيت في التوقيت ده كان خبير اجنبي، يعني حتى الناس دي ما كانتش بتقول ما هي مقاسات وخلاص ما اجيب متر واقيس واعمله، لا الناس دي بتعمل الحاجه كما يجب ان تكون. اللي فيها نصرف ونجيب خبير اجنبي من بره، بس الناس دي تاخد خدمه ما فيش زيها، وخدمه فعلا تبقى بتادي الطلبات بتاعتهم. فخلصت معسيت وخلاص خارجه من باب المكان، فلقيت المديره بتقول لي بقولك ايه تيجي تشتغلي معانا، خشي اعملي انترفيو. قلت لها يلا خش اعمل انترفيو، وسقطت فيه عادي جدا.
شو ده غير؟ فانا عيني خارجه من المكتب بقى وبجر ورايا ازيال الخايبه. اه يعني ده حتى حته المكان اللي هو يا عيني قال لي تعالي كمان حصقت تطفي. ده يعني مش نحس ده يعني شراره. مفيش ضايع من كله. فلقيت المديره بتقول لي سقطتي فيه. طب هنكلمك. فانا قلت اه الست دي ما بتهرجش. الست دي ما تقول هنكلمك يبقى هنكلمك. انا عشان ثقافتي اللي انا خدتها من المصريين هكلمك انا مش هكلمك. بس معظم الوقت ان شاء الله هنكلمك. فانا لقيتها بعدها بيومين تقول لي وانا مش قلت لك تبعتي لي السي في؟ قلت لها ايه ده وانت بتكلمي بجد وانت هتشغليني بجد؟ قالت لي على فكره انا ما بهزرش. قلت لها هبعت لك السي في حالا. انا في وقتها بجد كنت فاكره ان انا كنت موجوده مع اصحابي في مصر الجديده. قلت لهم انا مروحه عشان انا لازم ابعت السي في. فقالوا لي ايه الهبل ده يعني انت سايبرش راحه تبعتي السي في؟ هتبقى شغلانه زيها زي كل الناس وهيقولك في الاخر خلاص. لا انا مروحه ابعت السي في. روحت بعت السي في. بعت السي في يوم الخميس. كلموني الجمعه في اجازتهم. قالوا لي اول يوم شغل في يوم السبت. يوم السبت ده كان يوم عيد ميلادي. الله الكام كنت 23. فقلت لهم بجد ده انا سقطت في الاختبار انا ما عدتش الانترفيو يا جماعه. قالوا لي انت جت اشتغلي. واللي انا اكتشفته ان الناس دي لما قالوا لي انت هتاخدي الميعاد الفلاني انت ترفعي مع سيت الكرسي ما كانوش جايين بيقولوا لي كده بس من ورا سكرين على الفيسبوك. لا الناس دي كانوا مدورين ورايا وشايفين انا حد اكتب. الناس دي لما بتجيب حد يشتغل ده ريسيرش بقى يبحثوا يعرفوا يعملوا بالظبط. مش هتيجي غير وانت جاي في مكان هتدي فيه. وانا النهارده بقى لي سنه وخمس شهور في المكان ده. تعملي ايه بقى انت قلتي كلام كتير قوي في الاول. بس انا هنا منسقة معلومات. انا مسؤولة عن مشروع بيانات واحصاءات مصرية. دي حاجة مش موجودة في مصر. اللي هي لل على الويلتشيرز اللي هم بيسموهم الويلرز بقى. ليهم اسم بالعربي؟ مستخدمين الكراسي المتحركة القادرون باختلاف. القادرون باختلاف. حلو الكلام ده. ولا القادرون باختلاف ده ينطبق على اي نوع انواع الاعاقة in general؟ لا. لا. بس على الويلتشير؟ لا. على اي حد عنده اختلاف جسدي بيخرج بره بيته وبيقول انا موجود مش بركه البيت. هو ده القادر باختلاف. فانا ماسكه قاعده البيانات. احنا ما عندناش حاجه اسمها قاعده بيانات للاسف. احنا الحمد لله الحسن بقى لها سنه وخمس شهور بتشتغل على المشروع ده عشان لو انت حد عايز تحط حل للمشكله بجد اصلا لازم يبقى عندك حجم المشكله دي وصل لحد ايه. انفورميشن معلومات. ودي حاجه للاسف بنعاني منها بشكل كبير او بتبقى مش دقيقه في معظم الوقت. بالظبط. احنا الحمد لله يا رب شغالين عليها. انا مسؤوله عن المشروع ده. عايز اقول لك انه ممكن قطاع كبير ما يبقاش عارف ايه الحسن فاونديشن عشان احنا مش من الناس اللي بناخد تبرعات الناس ونحطها في التلفزيون ونعمل بيها اعلانات. احنا ناس شغالين وماشيين في صمت تماما. لكن لما تيجي تشوف اقل يوم شغل لا احنا بنعمل حاجات بجد. مش عشان انا بشتغل بجد في المكان ده بس انا من يوم ما دخلت المكان ده انا مبهوره. انا حاسه ان انا على كوكب تاني بجد. عارف انت ما تشوف صوره على الفيسبوك وتقول كوكب اليابان الشقيق. انت ما تدخل الحسن فاونديشن هتقول كوكب الحسن الشقيق. ده بجد انا ممتنه للحسن فاونديشن. احنا بنعمل من اسمي اشكرك وعندك النهارده سبيس انك تشكري اي حد ساعدك او خلاكي النهارده في البوزيشن اللي انت فيه ده في حياتك. الناس اللي هقول لهم شكرا هم مش هم لوحدهم اللي خلوا رانيا موجوده في المكان ده. دول اكتر ناس بجد بيدعموني جدا. مدام مي زين الدين الست دي انا بكن لها كل الشكر. هي اخدتني من حياه كنت ممكن افضل انا البنت اللي بتنزل على كافيهات مع اصحابها وتتفسح وخلاص لبنت لا بتشتغل وعندها كارير وعندها هدف هي بتوصل له. مدام مي زين الدين هي رئيسه مجلس امناء مؤسسه الحسن. تاني حد امي. شكرا يا ماما على كل وقت انتي خليتيني اعمل كل حاجه انا نفسي فيها. ميار محسن سندي وقوتي وطاقتي اللي بتجددها لي هي التشارجر بتاعي كده. صاحبتي من سنين طويله جدا هي اللي بجد خلتني مشوفش نفسي بكرسي متحرك. شكرا ان انتي على طول بتسنديني وبتقولي لي ان انا مكمله ومش بتسيبيني للحظات الضعف اني اقع وما اكملش. شكرا ليكوا جدا. وزي ما سمعنا رانيا النهارده قادره تضحك وتشتغل وتكون. لو عايز تعرف أكتر عن مؤسسة الحسن اللي ساعدت في القصة دي تابعنا على صفحة ميجا اف ام على الفيسبوك أو على الانستجرام الخاص بيا شريف نور الدين. سلام.